لقد أعددت لك وجبة خفيفة صحية ولذيذة. كلا، لا أريد هذا، مقززة، أريد برجر. يا إلهي، حسناً، لا يمكنك تناول ذلك، عليك تناول هذا، تفضلي جربي. قلت كلا، أريد برجر. حسناً، سنرى بشأن هذا. انظري، ها هو التفاح، ها هو، افتحي فمك وخذي قضمة. هيا يا عزيزتي، أنت تحبين التفاح، إنه المفضل لديك. حسناً حسناً، ماذا عن لوح الحلوى اللذيذ هذا؟ واو، أحب ألواح الحلوى، فرحة، أريده، إنه يقترب أكثر وأكثر. كلا، قلت لا تفاح. حسناً، لنجرب هذا. انظري من معي آني، هذا صحيح، جاء السيد دب لزيارتك، تفضلي، والآن عانقيه بشدة. رائع، إنها مشتتة تماماً، سأضع هذا في فمها خلصة. ها؟ كلا، لا أريد هذا، ممنوع التفاح. إنها تختبر صبري بهذا حقاً، لابد من وجود شيء يمكنني فعله. لدي فكرة، من المستحيل أنها ستتغلب على ذكائي هذه المرة. حان الوقت لأعد لها برجر فاكهة، سيكون التفاح وطبق الخبز، وسأضع الكيوي بدلاً من الخس، وشريحة من الخوخ بدلاً من اللحم، والفراولة والموز كالصلصة. يمكنني حتى أن أعد بعض التفاح على شكل بطاطس مقلية. عزيزتي، أعددت لك برجر كما أردت تماماً. واو، برجر كامل لي وبطاطس مقلية أيضاً. البطاطس المقلية هي طعامي المفضل على الإطلاق. مرحة، وقت البرجر، لذيذ، إنها أفضل برجر على الإطلاق. هذه فتاتي الجيدة، سأبهر الجميع بعشائي الفاخر، يكمن السر في استخدام مكونات طازجة. أوه، يبدو أن الدجاجة جاهزة، شهية. أوه، إنها جافة قليلاً، لكن لا يزال طعمها مشهياً، يمكنني إصلاح هذه المشكلة. لماذا لم يرن المؤقت؟ غدرت بي أيها المنبه الغبي، يجب أن أفكر بسرعة. لدي فكرة، أنا عبقري. هلو، أريد طلب وجبة من فضلك، شكراً، كان ذلك سريعاً، شكراً جزيلاً. أوه، رائحتها زكية، أليست جميلة؟ تبدو مثل طبق قمت بتحضيره. ضيفتي، أشم رائحة طيبة هنا، لي؟ صنعتها بنفسي، إنها ساخنة، انتبهي. الأمر فوضوي هناك، ها؟ يمكنك قول ذلك، أظن أني شبعت، لكن طعمها لذيذ. اسمع، سأريك خدعة، مستعد؟ أحضر شريحة تورتيلا وقصها من المنتصف بهذا الشكل، ثم أضف حشوات متنوعة على كل ربع، مكونات أو صلصات. اطوي كل ربع بهذا الشكل، طية واحدة في كل مرة. ممتاز، لن تسقط مكونات شطيرة التاكو الآن. تفضل، أليست لذيذة؟ لن تأكل التاكو بالطريقة القديمة بعد الآن. تمرنت كثيرا على هذه الحركات. لقد وصلت، يمكن أن يبدأ الحفل الآن. أحب هذه الأغنية. واو، إنه ليام، كيف الحال؟ هيا، لكن أنا المشهورة هنا. هيا جميعا، هيا نرقص. حسنا، لدي كيس الرقائق هذا، رقائق. هيا عودوا. حسنا، إذا تريدين أن تلعبي هذه اللعبة، أرني ما لديك. لدى ليام بعض الحلوى، قادمون. الاحتفال عمل شاق، أشعر بألم شديد في ساقي. مهلاً، هذا سخيف، لن أفعل هذا مجدداً. هي، لدي مشروب غازي، الترطيب ضروري للجسم. أعتقد أنه لم يبقى أحد سوانا، لم يتناول أحد من هذه البطيخة، ما رأيك بتناول قطعة؟ كلا شكراً، هل تريد مشروباً غازياً؟ تفضل. لا شكراً. مهلاً، لدي فكرة مذهلة. أنا في انتظارك،
سأزيل غطاء زجاجة المشروب الغازي، ثم أستخدمها لصنع فتحة في البطيخة. سأصنع فتحة لكل زجاجة. واو، حان وقت شرب المشروب الغازي. هكذا، والآن لنسكب المشروب الغازي بداخلها بحذر. يجب ألا ينسكب منه شيء. سننزع الزجاجات الآن، فلم نعد بحاجة إليها. ابتعدي، هاتان اليدان خطرتان. واو، انظر إلى هذا، لم أرى من قبل بطيخا بهذا الشكل. إنه لذيذ. أعلم، أليس كذلك؟ أعطني قطعة. رائع، وشعري مثالي، أبدو جميلة. مهلا، ينقصني شيء. أنا بحاجة إلى أقراط. لا أصدق أنني كنت أنساها. لا حاجة للقلق، أنا مستعدة دائما. هل يجب أن يكون هناك واحد آخر؟ أين هو؟ هيا. هذه قطعة حلوة. حسناً، ربما علي تناولها. يجب أن يكون في مكان ما هنا. كلا، هل هو في الأسفل؟ مرحباً، هل يمكنني مساعدتك؟ عذراً، أعتقد أنني لن أعثر علي. هل أنت بخير؟ هل تواجهين أي مشكلة؟ لدي قرط واحد، لقد ضاع مني القرط الآخر. هل هذا كل شيء؟ ربما يمكنني المساعدة. لنصنع معا حليا صالحة للأكل. لسنا بحاجة سوى إلى وضع خطافين في قطعتين من رقائق البطاطس. انظري ماذا لدي. أوه جميلة، أصبح لدي أقراط. اكتملت إطلالتي، يجب أن أذهب. وأخيرا أصبحت سعيدة. مهلا، من كانت هذا؟ مرحبا يا فتيات، سأحضر الشراب. أغنية جميلة. هذا كاف. أوه، مشروب غازي يشعرني الرقص بالعطش. شكرا، أراك على حلبة الرقص. حسنا، تصرف وقح. سأسكب كوبا آخر. ممتاز، سأشربه حالا. سأخذ هذا، شكراً، أنا بحاجة لهذا فعلاً. حقاً، أريد أن أشرب. هل يمكنك سكب كوب لي؟ وأنا أيضاً. هل تمزحون؟ مهلاً، أعرف كيف أحل هذه المشكلة. أنا بحاجة إلى هذا الإبريق، سأملأه بالمشروب الغازي. لم أنتهي بعد، ثم سأربط هذا الرباط البلاستيكي بشكل فضفاض وألفه حول مقبض الإبريق، ثم سأضعه على الإبريق لينزلق الرباط فوقه. لتثبيت الرباط على المزراب، يمكنني الآن ملء 3 أكواب معا. لقد وفرت الكثير من الوقت. يا شباب، ليأخذ كل منكم مشروبه الغازي. رائع، شكرا إيما. لنحتفل. الحر شديد، أحتاج شيئا للتخفيف من الحر. أنا أذوب حرفيا. هي، أبعدي عرقك عني. حقا، انظر إلى درجة الحرارة. ها، لم ألاحظ ذلك. لدي بعض الحليب، لعله ينفعك. أوه لا، شكرا. وجدتها. ماذا؟ ستمنحني هذه القليلة من البرودة. آخر قطعة آيس كريم، هذا ما أريده بالضبط. أنا متحمسة لتناولها. سأستمتع بها. لا، غير ممكن، لقد أتلفتها. لا أصدق أنك فعلت هذا. أوبس، خذي هذه بدلا منها. أريد الآيس كريم. يا له من أهل من قاسٍ. لقد حاولت. أعرف كيف أحل هذه المسألة. سأسحق لوح الحلوى هذا، وهي فرصة أيضا للتخلص من التوتر. ثم سأسكب كوبا من الحليب في الغلاف. لن أملأه بالكامل، سأترك فجوة صغيرة، ثم أضع عودا خشبيا وأضع الغلاف في الفريزر. وعندما يصبح المزيج جامدا أخرجه من الغلاف. لكن لم ننتهي بعد. سأغمس المصاصة في الشوكولاتة المذابة وأغطيها بالكامل بالشوكولاتة، ثم أنتظر إلى أن تتجمد. ستفرح سيرا بهذا. هل هذه لي؟ شكرا.
وأعددت لي واحدة أيضا. ستمنحني هذه القليلة من البرودة. حان وقت التسلية. ليس بهذه السرعة، يمنع إدخال طعامي وشراب. سأفحص. واو، هل هذا آمن؟ حسناً، يمكنك الدخول. ها؟ توقف. ما هذا؟ واو، خطني هذا. أنت تعرف القوانين. إنها جيدة لكن ليست كما يجب. يجب ألا تراني. هل يمكنني مساعدتك؟ أوه، حذاء جميل. أنت تعرفين القوانين. لكن هذا ظلم. اذهبي من هنا. ماذا حدث؟ موظفة الأمن صارمة، لن ندخل الحفلة. لا بأس، تناولي بعض الآيس كريم. لا يمكنني، أعاني من ألم في الحلق. يمكنني مساعدتك. خذي حبوب تطهير الحلق هذا. مهلاً، أعتقد أنني وجدت طريقة لإدخال الحلوى سراً. سأزيل الحبوب من العلبة، ثم سأحضر زجاجة مشروب غازي وكوب. سأسكب المشروب الغازي في الكوب وأضيف ملون الطعام إلى المشروب الغازي. لن تبدو كمشروب غازي. ثم أضيف ملعقة من الجيلاتين. ثم أملأ القطارة بالخليط وأسكبه في لوحة حبوب الحلق. سأملأها وأنتظر حتى تصبح صلبة. سأغطي اللوحة بقطعة قصدير وأثبتها جيداً. توقفي. افتحي حقيبتك. ماذا لديك؟ حبوب لألم الحلق. حسناً، يمكنك الدخول. مرحى، لقد نجحت. أعتقد أنني أستحق هذه الحلوى. آني، إنها لحلقي. لذيذة. واو، انظري لهذا. لديهم كيس من رقائق البطاطس ويضعون بها الأشياء. بعض الطماطم والقليل من البصل الطازج والقليل من الجبن. وبيضة. ما يخلطون كل شيء معاً. مستحيل، لقد قاموا بغلي عبوة الرقائق. أصبحت كالأسطوانة. والآن قطعوه ثم تناولوه بالصلصة. حسناً، سنجرب هذا. أنا أتضور جوعاً. يا إلهي، يبدو أن المواد بانتظارنا. مهلاً، ما هذا؟ نرى ماذا يوجد بداخله. هو قطعة نقدية، يمكننا أن نشتري بها كل ما نريد. أوبس، هل أنت جادة؟ لقد أضعت القطعة النقدية. حسناً، ماذا سنفعل الآن؟ أهلاً، خطرت لي فكرة. ابقي هنا. أوف، على الأقل لم تغضب. أهلاً، ما هذا؟ طبق آخر؟ رائع، إنها عبوة الرقائق التي نحتاجها. جيد، يجب أن أعثر على بعض المال. ليس هنا. رائحتها شهية. عذراً، سأتحقق من هذه بسرعة. لذيذة، أنا جائعة جداً. مرحباً، أعتذر، أنا بحاجة لهذه أكثر منكما. أو لا، لقد عادت، سأخفي الدليل. بذلت جهداً كبيراً لكني حصلت على بعض الطماطم. يا إلهي، أنا متعبة لكني مستعدة. وأنت، هيا بنا لنضيف الأشياء الأخرى إلى العبوة. سنضع الجبن والبصل والطماطم ولا ننسى هذا. ثم سأكسر هذه البيضة داخل العبوة. هذا ممتع، سأرج العبوة وأضعه لاحقاً في وعاء الطهي. لا، هذا ليس موقداً. كيف صنعت هذا الشيء؟ هي، يمكننا تسخينه بأيدينا بهذا الشكل. هذا حار جدا. أعطني الوعاء. حسنا، ضعيها هنا. لكن ما زالت يداي مشتعلتين. حسنا، هذا افضل بكثير. انظري، لقد نضجت وجبتنا الخفيفة. يبدو مذهلا، سنقطعه الى شرائح. لحسن الحظ، لسنا بحاجة الى سكين. سنضيف بعض الاعشاب ليصبح شهيا اكثر. لنتذوق، اعتقد انه سيكون شهيا. واو، لذيذ فعلا. فكرة ذكية. الوقت لتناول وجبة خفيفة صحية. موزة شهية. تماما كما اريد. هذا غريب، أين ذهبت؟ سارقة الموز، كنت جائعة. حسناً، لحسن الحظ هناك واحدة أخرى، تبدو شهية. لا تفكري بذلك حتى. أعطيني إياها. ابتعدي، خذي هذا. سلطة، هذا ممل. عذراً، مهلاً، سأعود حالاً. سأخذ شوكة طعام وكماشة. سأستخدم الكماشة لتني الشوكات بشكل عمودي بهذه الطريقة.
يمكنني استخدامها الآن لتقطيع الموزة إلى أقسام. يمكن لكلانا الآن الاستمتاع بتناولها. تفضلي. حقاً؟ أنت الأفضل. أليس تحب الموزة كثيراً؟ دجاج جاهز. أوف، إنها مائدة شهية فعلاً. الطماطم، نسيت وضعها في السلطة. تمام، سأفعل ذلك الآن. حان وقت تقطيع حبات طماطم صغيرة. توماس في المنزل؟ لا أصدق أنك اشتريت هذا. ضعها جانباً يا فتى. لن تأكل الشيبس قبل أن تقاطع هذه الطماطم. سأذهب إلى غرفة المعيشة. تمام، ما هذا الحظ السيء؟ كم حبة هنا؟ ستأخذ هذه ظهراً كاملاً. التقطيع صعب بشدة، صح؟ سأقطعها من المنتصف وأستمر بالتقطيع. أوف، حقاً؟ هل هذا كل ما أنهيته؟ كم تبقى؟ لن ينتهي هذا أبداً. يمكن لهذا الغطاء أن يساعدني. إنه جميل ومستوى. سأجرب. 7 حبات وغطاء واحد وتقطيع سريع. طالما تمسك بها بثبات ستحصل على أنصاف الحبات في مرة واحدة. أترى؟ قطع مثالية. هذا هو التوفير للوقت، والفضل كله لهذا الغطاء البسيط. وهيا إلى الوعاء. لم تعد هذه المهمة فظيعة. في الواقع إنها شيء ممتع. انتهيت. أمي، انتهيت. ماذا هناك يا عزيزي؟ هذا البرنامج مضحك. أوه، لقد خدعت. يا إلهي، أنا متعبة. أجل، يجب أن أؤدي هذه الحيلة. هو إنها بانتظارنا. واو، تبدو هذه البطيخة شهية. هو لقد نامت. هاي انهضي، ليس الوقت مناسبا للقيلولة. هيا، علي عمل هذا الآن بمفردي. خطرت لي فكرة. هاي، هو يا إلهي، ماذا هنا؟ هل أنت حامل؟ هو متحمسة لحفل حمام الطفل. مهلا، اهدئي، إنه مقلب، لست حاملا. إنها مجرد ثمرة كبيرة، هذه بطيخة. واو، تشبه الجنين. أعرف ما علي فعله. أعطني هذا الشيء. هاي، ماذا تفعلين؟ إنها بطيختي الوحيدة. لا تقلقي، أعرف ما أفعل. أعطني عصابة للرأس. هاو، أنا مستعدة لتقطيع البطيخة. هيا. هو يا إلهي، كوني حذرة. تقطيع، تقطيع. ها، توقفي، توقفي، يكفي هذا. يا إلهي، لم تشاهدي الفيديو، أليس كذلك؟ حسناً، هذه البطيخة. أعرف، لقد أزالوا القشرة باستخدام سكين، لكن تركوا بقعة من القشرة في المنتصف، ثم قطعوا القليل من اللب. ها؟ ماذا يفعلون؟ هو إنهم يقطعونها إلى شرائح. هو فهمت، شرائح جميلة. لقد فعلوا ذلك فعلاً. انظري إلى هذا الطبق من البطيخ. مذهل. واو، مستحيل، لقد نجحت. مدهش. أترين الآن لما طلبت منك التوقف عن التقطيع؟ سأتذوقها الآن. واو، بطيخ شهي، حلو وطري. وقت قليل من حبوب الإفطار. أو توماس، أنت تعترض طريقي. انظري لعضلاتي الصلبة كالصخور. أجل، أصبحت أكثر قوة. انظري لهذا. ما الذي يحدث لي؟ توماس، توقف، أنزلني. أنت ترفعني نحو الحائط. أردت فقط تناول إفطاري بسلام. هاي، أعطني تلك الملعقة. أجل، كنت أعلم أني أستطيع ثانيها. كنت أستخدم تلك الملعقة. هذا أسوأ شخص رأيته في حياتي. ها؟ هلا. أجل، سأفعلها. أحضرت وعاءً فارغاً وأحتاج الآن إلى بالون. سأضعه في الوعاء وأربطه بخيط، ثم سألصق الخيط بالغطاء. مثبت بإحكام. عظمة. والآن سأعيد حبوب الإفطار إلى الوعاء.
جاهز، ثم أرجع الغطاء. توماس، أحتاج لمساعدتك. ها هو قادم، حان وقت التمثيل. لقد أتيت، ماذا تريدين؟ لا أستطيع نزع هذا الغطاء، هل يمكنك ذلك؟ يا لقوتك. بالطبع، أعطني إياه. وحبوب الإفطار في كل مكان. ها، نجحت، لقد وقعت في الفخ. حقيقة، طلب أن نخرج معاً. بالطبع، وافقت. انظري ماذا أحضرت لك، أتريدين واحدة؟ لن تمانعي إذا بدأت، صحيح؟ معي الكثير من الصلصة. رائع. ها؟ ألا يفترض أن يكون هناك جمبري؟ لم أحصل على نودلز الجمبري، صح؟ أعرف كيف أعثر عليه. تفعيل رؤية الأشعة السينية. مرحبا، إنه في القاع، حتما اقتربت منه الآن. ودان. ماذا تفعل؟ لست بحاجة لأعمل الحفر هذه، أتعلم ذلك؟ انظر، إذا فتحت الجوانب سيصبح الوعاء كله كالطبق. واو، رائع، أظن أني وجدته. وها قد اجتمعنا. كم اشتقت إليك. شكرا. لا عليك، سأتذوقه الآن. المفضل وقت التسالي. سيكون طبقا شهيا، وسأضع فوقها بيضة. هكذا أصبحت شطيرة. هي، أين تذهبين؟ ليس مجددا. حسنا، أصبح الموضوع شخصيا. خذي الأمر ببساطة. سأخذ هذا، سأحضر بيضة أخرى، لكني بحاجة إلى القليل من الثوم أولا. سأستخدم الثوم لرسم مربع على المقلاة تماما بهذا الشكل، ثم أسكب البيضة. سأجعل الثوم يعمل كحاجز في المقلاة، وبالتالي ستحصلين على بيضة مربعة. جربي هذا. إنها لا تنزلق، وأخيرا يمكنني تناولها. كيف هي؟ لذيذة، تستحق تناول قضمة. إنها شهية للغاية. تعرس فوق القليل من زينة الحلوى. ستحب إما كعكة عيد الميلاد هذه التي خبزتها لها. أفضل كعكة أعددتها طوال حياتي. يا لها من كعكة جميلة، سأتذوقها. طعمها شهي، ستأتين معي أيتها الكعكة. توماس، قف مكانك. لا، كعكتي. آسف، أعتذر، يمكنني إصلاح الأمر. انظري، عادت كما كانت. ليست كعكة، بل كومة من الكعك. لا، لا تبكي، انظري، وضعت شمعة جميلة. لقد أعددتها من أجل إيما، ولقد تدمرت بالكامل. لم أقصد تدمير كعكتها. لكن لا يزال لديها هنا بعض المكونات. أظن أني وجدت طريقة لحل المشكلة. سأذيب الشوكولاتة بمجفف الشعر هذا. تبدو شهية، لكن لا يمكنني تناولها، ليس بعد. عظيم، هذا يكفي. والآن سأستخدم قطع المارشميلو الصغيرة هذه، سأغمسها في الشوكولاتة. سأخلطها بضمير حتى تغطيها الشوكولاتة بالكامل. تشبه تقريبا حبوب الحلوى المغمورة بحليب الشوكولاتة. والآن سأضع الخليط في قالب الكعك. ممتاز، مناسب تماما. سأزينه بزينة الحلوى لمنحه لونا جميلا. رائع، أنا مبدع بهذا. أصبح الآن جاهزا للأكل بعد أن برد. أعددت حلوى شوكولاتتي بالمارشميلو. اللمسة الأخيرة، وضع شمعة جميلة. واو، كيف تمكنت من صنع هذه؟ أنا آسف لما حدث للكعكة، أعددت هذه بدلا منها من أجل حفل إيما. موديل، هيا بنا، فلنذهب ونحتفل.
عيناي منتفختان قليلا هذا الصباح، سيوقظني نفس النعناع المنعش على الفور. ألا يوجد أي معجون هنا؟ أخرج. سأدفعه من أسفل الأنبوب. نعم، جيد. لا، هذا كل ما تبقى. أظن أن أمامي خياراً واحداً فقط. أين مناديل الحمام؟ هذه القطعة لن تكفي بكل تأكيد. كل شيء ينفد مني اليوم. كنت أعلم أنه يجب علي الذهاب إلى البقالة بالأمس. يا، هذا مقرف. لا مشاكل متوقعة أثناء الاستحمام، صح؟ لكن بعد الحمام قصة أخرى. هل نسيت تعليق مناشف نظيفة؟ هل ستارة الحمام تمتص الماء؟ هناك طريقة واحدة فقط لمعرفة الإجابة. حسناً، آمل أن تعمل. أتمنى أن لا يراني أحد وأنا أعبر. صوفيا، هل الكيمياء بهذه الصعوبة؟ أحتاج لشيء شهي كي أفكر جيداً. الحل الوحيد الشوكولاتة. أليست هذه قطعة مثالية؟ إنها القليل من السكر فقط يا أمي. ليس قبل الانتهاء من واجبك. أنت بحاجة للتركيز يا ليزي. هل تقصدين التركيز على علبة سكاكير هذه؟ حقا؟ هل أمهات الجميع بهذه القسوة؟ يجب أن أكون أكثر مكرا. أترون هذه الفرشاة المستديرة الكبيرة؟ تبين أنها مجوفة من الداخل. سأسكب السكاكير بداخلها. ما هذا الإزعاج؟ من الأفضل ألا تكون حلوة. بسرعة، أدخليها جميعا هنا وتظاهري بأنك تدرسين. لا شيء هنا. هل هذه دراستك؟ سكاكر؟ أنت لا تتعلمين أبدا. أنا أذكى مما تظنين. مخبأ سري للسكاكر لحالات الإنقاذ. تعالي يا حلوتي. ما الذي يجعلها شهية هكذا؟ لن يزعج أمي ما لا تعرفه. حان الوقت لظهيرة خالية من الهاتف، وأنا أعرف كيفية الاحتفال. ها؟ كيفن يتصل؟ ماذا أختار؟ أعتقد أن كيفن سيفوز. مرحبا، كيف الحال؟ لحظة واحدة حسنا. السكاكير المفضلة لدي. كم أنا محظوظة. إنها بنكهة الفراولة والليمون، هذا ما أفضله. كانت هذه لي. لا أريدها الآن. طيب، أشعر بالأسف. أترون هذه الكرة البلاستيكية؟ سنفتحها ونلصق بها الحلوى المفضلة لدي. سأضع الآن القليل من الغراء الساخن هنا، ثم ألصق بها عودا عملاقا، ثم أغلفها بورق تغليف جميل. لذي. هل ما زلت تفتقدين مصاصتك؟ ما رأيك باثنتين عملاقتين؟ إنهما كأنتي ماراكس، أليس كذلك؟ والآن هذا شيء يستحق الاحتفال. إنها لك. هل يمكنك البقاء غاضبة مني الآن؟ هذه أكبر مصاصات رأيتها في حياتي. لنفتحها الآن. يستحيل أن تكون فارغة. سأقصد العلبة.
تماما. أنا وإدماني الغبي للشوكولاتة أحب هذا الشيء. هل هذه مسحة؟ حتما تناولتها بطريق الخطأ. ستكون حيلتي مفيدة هنا. سأسكب أولا الحليب في العلبة ثم أحركه بالملعقة. أهلا بالحليب بالشوكولاتة. ثم أضعه في القوالب، وعندما تمتلئ أضع فوقها أغطية المصاصات ثم إلى الفريزر لنرى كيف أصبحت. رائعة! ليس قبل الخطوة الأخيرة. هذا صحيح. نتحدث هنا عن زينة الحلوى. ما أجملها! كلها لك يا صوفيا. ظننت أن علي التخلص من تلك الشوكولاتة. أحسنت يا إما. هاي، هل يمكننا التوقف لأكل وجبة خفيفة؟ أتريدين أخذ استراحة هنا؟ الحلو في الشوكولاتة. أتفق معك تماما. متى كانت آخر مرة غسلت فيها يديك؟ يداك قذرتان. ماذا لمست يا ترى؟ دولار؟ هذا يوم حظي. يا لك من كلب جميل. اشتريت هذا الحذاء حديثا. هذا أفضل. مقرف، هذا مقزز جدا. سارة؟ لا. آسفة. هل تريدين قطعة؟ ذابت قليلا. لن أسمح بحدوث هذا. توقفي حالا. مهلا، لحظة، وجدتها. إذا وضعت الزجاجة هنا ودحرجت لوح الشوكولاتة فوقها ستنكسر القطع دون أن ألمس شيئا. سأفعل ذلك بكلا الاتجاهين. ترى هل نجحت فعلا؟ سأفتحها. تدا، قطع مثالية. بحذر دون لمس. حسنا، واحدة لي وواحدة لك. غريب بعض الشيء ولكن لا بأس. لا يزال طعمها شهيا. صحة وعافية. سأضربك بكل قوة. لا لا لا، ابتعد ابتعد. هذا رائع. هاي، انظري لهذا، الحركة النهائية. فعلتها. الفوز شعور رائع. أنا لا أهزم. يزداد سوءا عندما يفوز. يظن نفسه رائعا. أنا متأكدة أنه يغش، أو ربما يستخدم شفراتي للغش. لقد جعلني هذا. مهلا، لحظة، خاطرت لي فكرة ذكية كي ألقنه درسا. أحضرت قطعة لا بأس بها من شريط لاصق، والآن سأستخدم المقص. ماذا تفعل هذه القطعة هنا؟ مذهل. اختراعي العبقري جاهز. وقت تنفيذ الخطة. توماس، ماذا؟ أتريدين اللعب مرة أخرى؟ هاي، ما هذا؟ انتظر، هذا رهان على الشراب. ضع نقودك هنا. تمام، ها هي. تمام، 3-2-1، ابدأ الشرب. سأفوز إن شربته بسرعة عنك. كيف يمكنها أن تشرب أسرع مني؟ يجب أن أشرب بسرعة أكبر. كدت أنتهي. انتهيت. رائع، لقد فزت. وهذا يعني أن نقود من نصيبي. وداعا، أنا ذاهبة للتسوق. كيف تمكنت من هزيمتي؟ لحظة، لقد غشت. كان شرابي أكثر منها. تينا، للتحضير للحفلة. يجب أن تتخصصي في الحفلات. هل تظنين ذلك؟ لا، سكبت الكولا. انتبهي. سيلتصق سكر الكولا بكل شيء. لا تقلقي، سأنظفها. مهلا، أعرف ما علي فعله.
ستنقذنا هذه البطيخة. هل لديك بطيخة كبيرة؟ ضعها بشكل مستقيم وأفرغها من الداخل بحذر، ثم أدخل صنبوراً في الجزء الجانبي منها. أجل، بالقرب من الجزء السفلي، ثم اسكب شرابك المفضل. تكفي هذه البطيخة للترين من الشراب. رائع، إنها جاهزة الآن. يبدو أنكم تشعرون بالعطش، لنملأ هذه الأكواب. أنا أولاً. ما الحاجة للزجاجات عند وجود هذه الفاكهة؟ إنها عملية ورائعة المظهر وتكفي الجميع أيضاً. بصحتكم. يا إلهي، أنا متعبة. أجل، يجب أن أؤدي هذه الحيلة. إنها بانتظارنا. تبدو هذه البطيخة شهية. لقد نامت. انهضي، ليس الوقت مناسبا للقيلولة. هيا، علي عمل هذا الآن بمفردي. خطرت لي فكرة. يا إلهي، ماذا هنا؟ هل أنت حامل؟ متحمسة لحفل حمام الطفل. مهلا، اهدئي، إنه مقلب، لست حاملا. إنها مجرد ثمرة كبيرة، هذه بطيخة. تشبه الجنين. أعرف ما علي فعله. أعطني هذا الشيء. ماذا تفعلين؟ إنها بطيختي الوحيدة. لا تقلقي، أعرف ما أفعل. أعطني عصابة للرأس. أنا مستعدة لتقطيع البطيخة. هيا. يا إلهي، كوني حذرة. تقطيع، تقطيع. توقفي، توقفي، يكفي هذا. يا إلهي، لم تشاهدي الفيديو، أليس كذلك؟ حسناً، هذه البطيخة. أعرف، لقد أزالوا القشرة باستخدام سكين، لكن تركوا بقعة من القشرة في المنتصف، ثم قطعوا القليل من اللب. ماذا يفعلون؟ إنهم يقطعونها إلى شرائح. فهمت، شرائح جميلة. لقد فعلوا ذلك فعلاً. انظري إلى هذا الطبق من البطيخ. مذهل. مستحيل، لقد نجحت. مدهش. أترين الآن لما طلبت منك التوقف عن التقطيع؟ سأتذوقها الآن. بطيخ شهي، حلو وطري. ماذا سيحدث في الفيديو التالي برأيك؟ انظري إلى الكراميل وإلى الشوكولاتة. ما هذا؟ لقد غمسوها في الماء المثلج. عرفت، سيبقى الكراميل الآن طرياً أسفل الشوكولاتة الباردة. حيلة رائعة وذكية. تباً، تناولنا كل الفشار، لم يبق منه شيء، لكني ما زلت بحاجة إلى الطعام. أهلاً، الفيديو. لقد سمعنا السحر وأحضر لنا ما نريد. حسناً، لنرى ماذا تخبئ هذه الأطباق. موز وتوت، طعام شهي، لا بأس لو فعلت هذا. أجل، تغمس الفاكهة بالحلوى، أصبح مظهرها شهياً جداً. لنكشف عن هذا الطبق أيضاً، إنه من الماء المثلج، سنغمسها به. أظن هذا كافياً، لقد بردت وأصبحت صلبة. سأتذوق التوت الآن. يا إلهي، ألذ بكثير مما ظننت. حقاً، الموز شهي أيضاً. أعتقد أنه خطرت لي فكرة. ماذا لو وضعت قطعة من المخلل على السيخ؟ أنا ذكية، سأغمسها الآن. هكذا بالضبط، سأضعه الآن في الماء المثلج. حان الوقت لأتذوقها. لذيذة، إنها رائعة، تذوقيها. ياي، مستحيل، أبعدي هذا عني، هذا مقزز للغاية. على أي حال، لست بحاجة إلى المخلل، لدي بصل أحمر، سأغمسه هنا. يمكنك الاحتفاظ بالمخلل، انظري لهذا، مذهل. حسناً، سأتذوق القليل. مقزز، ليس مقززاً بل شهياً، لقد أحببته فعلاً. لا أريد تناول شيء سوى المخلل، شكراً. أليس هذا رايان؟ أجل، لكل منا طعامه المفضل. آمل أن الجميع يحبون رقائق الشيبس. سيكون هذا كافياً. وصل ضيفي الأول. مستعدون للاحتفال. جاءني الكثير من الناس. لا تأكلوا كل شيء دفعة واحدة يا شباب. لقد هزموا طاولة التسالي. لا أصدق هذا. بالكاد بقي الفتات. الكثير من البقايا. يبدو جائعين.
هل صاموا اليوم؟ أوه، بالكاد نجوت. هل لدي شيء لإطعامهم؟ ربما هناك. أوه، نسيت أمر هذه، ولكن لجعلها أفضل حان وقت استخدام آلة الوافل. تبدو جميلة، أليس كذلك؟ سأضع عودًا في كل قسم. بهذه الطريقة سيمسكها ضيوفي بسهولة. بعد عدة دقائق حلوى الوافل جاهزة. رائعة. حسنًا يا رفاق، لا تأكلوني أرجوكم. أما زلتم جائعين؟ تبدو شهية، ها؟ أعتقد أن زومبي الحفل صاروا أفضل. أوف، بقيت واحدة لي. يامي. سأنتهي من كل هذا. حسناً، فهمت الآن. قلم غبي. هل أخدع نفسي؟ لم أفهم أي شيء. ستبقيني هذه القهوة يقظاً. حسناً، ركز. أعرف حل هذه المسألة، سأكتبه قبل أن أنساه. أظن أن الإجابة هي باء. المزيد من القهوة، هذا أفضل. عيناي مرهقتان. ليس لدي وقت للتعب، يجب أن أفتح عيني. أوف، أوراقي، إنها مبللة. هذه كارثة، يعني من أخرق. المزيد من القهوة. ماذا حدث هنا؟ هل سكبت القهوة على أوراقك؟ يا لك من مسكين، أتمنى لو أستطيع مساعدتك. في الواقع يمكنني ذلك. أعطني كوبك. غطاء البرينجلز مناسب تماماً. لن تنسكب قهوتك بعد الآن. أين كنت؟ لا! أوه، لم تنسكب قهوتي. ليلي ذكية بالفعل. وما زالت القهوة ساخنة. أتمنى لو تحل لي هذه المسائل. إنه ليس رائعاً. هل تمزح؟ إنه أفضل فيلم شاهدته على الإطلاق. على الإطلاق؟ أوه، هذا غير معقول. لا بأس. ليام، لم أشعر من قبل بشعور كهذا. لطالما أردت فعل ذلك من وقت طويل. إنها القدر المكتوب. أوبس، هل هذا صوت بطني؟ أنا بحاجة إلى بعض الطعام. مهلاً، أعتقد أن لدي قطعة من الحلوى. أوه صحيح، لقد تناولتها اليوم. آسف، لكن لدي فكرة. أنا بحاجة إلى الطعام فوراً. فهمت. يحب الجميع رقائق البطاطس. ها هي قادمة. أوه، ما هذا؟ أوه، لا فكرة لدي حقاً. يجب أن أحسن من مهارات التصويب. هذه فكرة أفضل. هذا أفضل بكثير من طعام الطائرة. استعدي للانطلاق. انظروا إليها وهي تحلق. إنها جميلة للغاية. يبدو أنني بحاجة إلى المزيد من الدروس في الطيران. فكري، لابد أن هناك طريقة. واو، هذه طريقة سهلة. يمكنني استخدام هذا الشيء. سأثبت قطع الحلوى باستخدام شريط لاصق. أنا عبقرية. إنها فكرة رائعة تسير على عجلات. حسناً، ها هي قادمة. فروم فروم. أوه، واو، انظري إلى كل هذه الحلوى. ممتاز. سيرا، هذه لك. واو، شكرا، وداعا. سيرا، ماذا حقا؟ هناك الكثير من الأسماك في البحر. ضعها هنا. ياه، صحيح، لن يحدث هذا. أمزح معك. سأبهر الجميع بعشائي الفاخر. يكمن السر في استخدام مكونات طازجة. أوه، يبدو أن الدجاجة جاهزة. شهية. أوه، إنها جافة قليلاً، لكن لا يزال طعمها مشهياً. يمكنني إصلاح هذه المشكلة. لماذا لم يرن المؤقت؟ غدرت بي أيها المنبه الغبي. يجب أن أفكر بسرعة. لدي فكرة، أنا عبقري. ها
ألو، أريد طلب وجبة من فضلك. شكراً، كان ذلك سريعاً. شكراً جزيلاً. أوه، رائحتها زكية، أليست جميلة؟ تبدو مثل طبق قمت بتحضيره. ضيفتي، أوه، أشم رائحة طيبة هنا. لي؟ صنعتها بنفسي، إنها ساخنة، انتبهي. الأمر فوضوي هناك، ها؟ يمكنك قول ذلك. أظن أني شبعت، لكن طعمها لذيذ. اسمع، سأريك خدعة. مستعد؟ أحضر شريحة تورتيلا وقصها من المنتصف بهذا الشكل، ثم أضف حشوات متنوعة على كل ربع، مكونات أو صلصات. ثم اطوي كل ربع بهذا الشكل، طية واحدة في كل مرة. ممتاز، لن تسقط مكونات شطيرة التاكو الآن. تفضل، أليست لذيذة؟ لن تأكل التاكو بالطريقة القديمة بعد الآن.